أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده هتكلم عن حاجة مهمة، وهي إنك بعد ما أنت خلصت تالتة ثانوي عايز تأسس نفسك وتهيئ نفسك إن أنت تدخل كلية طبية، سواء طب بشري أو علاج طبيعي أو صيدلة أو أسنان أو تمريض، تمام؟ فأنت علشان تدخل الكليات دي جاهز ومهيأ لازم تاخد كورس المصطلحات الطبية و كورس او اتنين تانيين جنبي، تمام. دلوقتي في نقطة مهمة، بعد ما انت خلصت تالتة ثانوي وداخل اولى كلية طبية، سواء بشري، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، اسنان، لازم تكون واخد كورس المصطلحات الطبية، تمام، وكورس كمان اناتومي وهيستولوجي، تمام. برضو والاهم اكيد اكيد هو كورس الاناتومي، اهم من كورس الهيستولوجي، كمان اهم منه كمان انا في رأيي يعني. تمام. بجانب كده في نقطة مهمة لازم تكون عارفها، ايه هو الفرق ما بين طالب خلص تالتة ثانوي وخد كورس مصطلحات طبية او واناتومي، كمان كورس اناتومي اللي هو كورس تشريح يعني، وطالب تاني خلص تالتة ثانوي لكنه ما خدش اي كورسات ودخل مباشرة على اولى كلية طبية سواء بشري او كده. ايه الفرق ما بينهم؟ اقول لك فرق بسيط وواضح خالص، تمام. الطالب اللي خد الكورسات هيدخل هيكون مهيأ، هيكون درب نفسه على انه يذاكر انجليزي طبي، تمام، او درب نفسه ان هو يفهم انجليزي طبي، تمام، وعود نفسه ان هو يبقى قدامه انجليزي طبي ويقراه ويفهمه، تمام، وعود نفسه برضه انه يحفظه، تمام. فهو بيدخل يلاقي المواد يعتبر المحاضرات في نسبة منها كترجمة، عارف يقرأ وعارف يترجم، تمام، يعني في حاجات بسيطة خالص زي أعضاء الجسم مثلا، تمام. أعضاء الجسم دي في ناس أكيد أكيد ما تعرفهاش، أو لو عرفت تعرف مصطلح أو اتنين أو تلاتة بالكتير من الأعضاء كلها، وهكذا. في حاجات تاني في كورس المصطلحات الطبية بتكون موجودة غير كده كمان، بتكلم على حاجة بسيطة يعني للتسهيل، تمام. لو انت واخد الكورسات تكون مهيئ ان انت تفهم وتترجم الانجليزي اللي فيه الملفات بتاعت الكلية، سواء محاضرات او سكاشن، او حتى انت بعدين تقرأ حاجة، تمام. فدي بتأهلك الاول، ده بيأهلك الكورس ده لإيه؟ ان انت تفهم وتترجم، تمام، الانجليزي الطبي، تمام، اللي بيفرق اكيد اكيد عن الانجليزي العادي بتاع الثانوية العامة، تمام. انت مطلوب منك ايه؟ انت مطلوب منك كورسين او ثلاثة، مين هما؟ كورس المصطلحات الطبية اللي هو اسمه ترمينولوجي، وكورس الاناتومي اللي هو كورس تشريح، وكمان كورس الهيستولوجي، تمام. نبتدي من نقطة، ايه هي؟ لو انت داخل سواء بشري، صيدلة، تمريض، أسنان، روح لقناة دكتور هيرو، أنا هسيب لك اللينك بتاعها في الوصف الديسكريبشن، هتروح نازل فيها كده هتلاقي في حاجة اسمها بلاي ليست، دوس عليها وعود نفسك إن أنت تروح للبلاي ليست، يعني قائمة التشغيل، تمام. هتلاقي إن في قائمة اسمها أساسيات الهيستولوجي، تمام، ده كورس الهيستولوجي اللي بتكلم عليه. هتلاقي هنا كمان تنزل تاني هتلاقي كورس اساسيات التشريح اللي هو كورس الاناتومي، تمام، وهتلاقي برضو كورس المصطلحات الطبيه اللي هو ده، تمام. فانت هتاخد الثلاث كورسات دول، كورس المصطلحات الطبيه، كورس اساسيات التشريح، كورس الهيستولوجي اللي هو علم الانسجه، تمام. الثلاث كورسات دول هتاخدهم، تمام. ودول على فكرة صغيرين مش كبار، يعني انت ممكن تبدأ فيهم قبل الدراسة باسبوعين او ثلاثة وتخلصهم، تمام. طيب، في قناة تاني اسمها بسطها لك، دي بتاعت الدكتور احمد، دكتور علاج طبيعي، تمام، دي كويسة خالص برضو، وهديك معلومة عنها، نروح لها وهسيب لك برضو الرابط بتاعها، تمام. هنروح داخلين للقناة دي بتاعتها بسطها لك بتاعت الدكتور احمد، ونروح للبلاي ليست اللي هي قائمة التشغيل، ننزل. اقول لك دلوقتي، انت لو طالب خلصت يعتبر تالتة سنة وداخل اولى علاج طبيعي،
لازم تاخد برضو كورس المصطلحات الطبية، وكورس الاناتومي، وكورس الهيستولوجي. كورس الهيستولوجي خده من دكتور هيرو، تمام. وعندك يعتبر ايه، انت اختيار ممكن تجربه، تمام. ودي حاجة تحددها انت، ان انت ممكن تاخد كورس المصطلحات الطبية من دكتور هيرو، او ممكن تاخده منين، من هنا برضو من قناتها، بسطها لك، اللي هو الكورس ده، تمام. اللي هو ايه، اللي هو الكورس ده، تمام. ممكن تاخده من هنا وممكن تاخده من هنا. وبرضو كورس تأسيس الاناتومي ممكن تاخده من قناة دكتور هيرو، وممكن تاخده من قناتها، بسطها لك برضو. طيب في نقطة مهمة، قناتها بسطها لك بتشرح الاناتومي بتاع الكل، بتاع ايه، بتاع علاج طبيعي، تمام. اللي هو اهم ابر ليمب ولور ليمب، لان الاناتومي في كليه علاج طبيعي بينقسم لطرف علوي اللي هو الابر ليمب، وطرف سفلي اللي هو اللور ليمب، تمام. فانت دلوقتي لازم ايه، انت تاخد الكورسات دي، تمام. ولو انت طالب علاج طبيعي، انا برشح لك ان انت تاخد كورس مصحات طبيه وكورس تأسيس الاناتومي، ممكن تاخدهم من هنا ومن هنا، مفيش مشكلة، تمام. دي افادة اكبر، وكمان فيها تكرار للمعلومات، في معلومات مشتركة، تمام. وان انت لما تبدأ تذاكر من القناة دي اللي هي قناة بسطها لك، ده بيأهلك برضو ان انت ايه، تدخل على طول معاه في المنهج، سواء لور ليمب او ابر ليمب، اللي هي مادة الاناتومي، تمام. وكمان القناة دي بتشرح، يعتبر ايه، بتشرح اربع مواد في الايه، في كليه علاج طبيعي. بتشرح اناتوم واحد واناتوم اتنين، اللي هم يعتبر اللي فيهم المادتين دول، فيهم ابر ليمب ولور ليمب، طرف علوي وطرف سفلي. وكمان في ماده اسمها الكونسولوجي، اللي هي ماده علم الحركه، برضو القناه دي بتشرحها. وبرضو في ماده تانية اسمها نيورو اناتومي، تشريح الجهاز العصبي، برضو القناه دي بتشرحها. وبرضو في ماده اسمها بايو ميكانكس، اللي هي برضو برضو علم الحركة، تمام، او حركة الجسم. المادة دي برضو، او دي يعتبر مادتين برضو، القناة دي بتشرح، تمام. فالقناة دي فيها مواد علاج طبيعي، ايه، يعتبر عددهم كام، عددهم تقريبا يعتبر اتنين تلتة اربعة، يعتبر ست ايه، ست مواد، خمسة او ست مواد. فالقناة دي فيها يعتبر كمية فيديوهات ومواد كويسة، تمام. فانت لو في علاج طبيعي، القناة دي انا هرشحها لك، تمام، عشان فيها اكتر من مادة، وكمان مأسس فيها او عامل كورسات تأسيس مصطلحات طبية واناتومي، تمام. فالكورسين دول اللي هنا مهمين خالص لو انت طالب دكتور علاج طبيعي، او داخل كلية علاج طبيعي. فانت المهم تاخد الكورسين دول من هنا، ايه، وعلشان ده يفتح لك باب ان انت تفهم شرحه في الايه، في الباقي، تمام. حتى انت لو خدت من دكتور هيرو عادي، الدكتور احمد في القناه دي برضو، حتى انت لو ما خدتش الكورسات التاسيس، هو بيبدا معاك من الصفر برضو، تمام. فديك برضو قناه كويسه، تمام. فانت لو داخل كليه علاج طبيعي، انت ممكن تختار ما بين القناه دي والقناه اللي فاتت، اللي هي قناه دكتور هيرو، في كورسين المصطلحات الطبيه وكمان الاناتومي، ممكن تختار، تمام. وبرضو القناة دي هرشحها لك، وبرضو قناة دكتور هيرو كويسة خالص، برضو قناتين كويسين خالص، تمام. وممكن عندك برضو اختيار ثالث، ان انت ممكن تعمل ايه، لو انت علاج طبيعي، روح لقناة دكتور هيرو، اسمع الكورسات الثلاثة، اناتومي ومصطلحات طبية. اكيد اكيد انت هتبدأ بكورس المصطلحات الطبية، تمام، بالترتيب كده، تاخد كورس المصطلحات الطبية، وبعدين تاخد كورس الاناتومي، وبعدين تاخد كورس الهيستولوجي. بعد ما تخلصهم في قناه دكتور هيرو، روح لقناه بسطها لك، خد كورس المصطلحات الطبيه اللي هو ده، وروح لكورس الاناتومي، تاسيس على الاناتومي، روحه، تمام، علشان ده يأهلك ان انت تفهم، تمام. وعلى فكره، معنى ان انت تاخد الكورسات دي، انت هتدخل مش هتقعد تقريبا الا اسبوع ونص عشان تتعود على الانجليزي، لكن الانجليزي الطبي، لكن اللي مش واخد الكورسات هيقعد قرابة الشهر، او ممكن يدخل في المترم بتاع المديول بتاعك، لو انت بدراستك مديولات او مترم اللي في الترم، فهتقعد فترة قرابة ال4 اسابيع والخمس اسابيع على ما تتعود. فالكورسات دي بتسهل لك، بتقلل الوقت اللي انت محتاجه في الكلية، علشان تبقى فاهم وتقدر تترجم اي حاجة قدامك.
تمام. فانت لو خدت الكورسات دي ما الا اسبوع او اسبوع ونص بالكتير على ما تتعود، لكن التعود ده هتطول فترته وهتكتر وهتزيد فترته امتى؟ لو انت مش واخد الكورسات دي. تمام، شكرا خالص، مع السلامة، ربنا يوفقك ان شاء الله.